الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونسأله أن يلقينا يوم الحشر نضرة وسرورا وأن يذلنا بذل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا قام الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب خير بداية تعالوا نستمع إلى آية عطرة من القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح النور كيف حالكم؟ الحمد لله إننا بخير وكيف حالكم؟ بخير والحمد لله نبدأ درسنا اليوم بدرس التحفيظ ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن تحفيظ رتبنا جلوسكن وانظرن إلى الأمام نعم يا أستاذة فضيلة التهليل من سيقرأ؟ اقرأي يا عاتكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة إن شاء الله ممتاز هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ نعم نعبده خوفا وطمعا ما الإحسان في العبادة؟ مراقبة الله وحده الذي يرانا ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كثيرا هيا نختم بقراءة حمدلة ودعاء كبرة المجلس الحمد لله رب العالمين سبحان اللهم وبحمدك أشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ حميد بن احمد بن اكرم البخاري شيخ زيد بن علي الغيلي yang kami hormati pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Wadi Mubarak al ustaz dr Muhammad Didik Haryanto yang kami hormati dewan pembina dan penasehat bapak Haji Raid Kadir yang kami hormati seluruh pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat yang hadir yang kami cintai seluruh jajaran asatid dan para santri dan hadirin hadirat yang telah berkenan hadir dalam acara wisuda Hufadul Quranul Karim tahun ajaran 2016-2017 Pondok Pesantren Wadi Mubarak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah mengorbankan waktu, tenaga, serta fikirannya demi mensukseskan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan. Para wisudawan adalah santri yang telah menyelesaikan hafalan dan mampu membaca Hatam Bil Ghaib 30 juz. Di hari yang penuh berbahagia ini, ke-94 santri akan menjalani prosesi wisuda. Semoga wisuda ini menjadi momen yang menambah semangat dan menjadi pengingat mereka atas amanah mulia sebagai penghafal Al-Qur'an.
Insya Allah mereka akan menjadi bagian dari barisan para penjaga kemurnian Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-barnamajul ladzi yalih al-kalimat allati sayulkiha fadilatul syekh Hamid bin Ahmad bin Akram al-Bukhari. Falitafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-hadi al-amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد كذا، توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى في جنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. يا أهل القرآن، يا حفظة كتاب الله، هنيئاً لكم هذا الفضل العظيم الذي أكرمكم الله عز وجل به. يا أبنائي الكرام، يا من استودع الله كتابه في صدوركم، يا صفوة الأمة، يا من اصطفاكم الله فقال في حقكم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن أنتم ممن اصطفاكم الله سبحانه وتعالى. يا من نلتم أعظم شرف، وهو كونكم حملتم كتاب الله في صدوركم، هذا هو الشرف. لا يشرف الإنسان بحسبه، ولا يشرف بنسبه، ولا يشرف بأصله، ولا يشرف بفصله، إنما يشرف بعلمه، إنما يشرف بما يحفظ، إنما يشرف بعمله. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. لذلك أهل القرآن هم أعلى هذه الأمة في أعظم المراتب، حفظوا كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. معاشر الأبناء الكرام، هنيئا لكم هذه النعمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين، إن لله من الناس أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن.
هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن أنتم قد دخلتم في هذه الخيرية فكنتم من خير هذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن اعلموا أبنائي أن حفظ حروف القرآن فقط لا تؤهلك لأن تكون من أهل القرآن، لا، لا يكفي أن تحفظ حروف القرآن، بل بعد حفظك للقرآن وجب عليك أن تعرف ما أمرك القرآن به فتأتمر، وما نهاك عنه فتجتنب. أهل القرآن حقاً هم العاملون بكلام الله سبحانه وتعالى. إياك أن تغتر بحفظك للقرآن فتقول قد انتهيت وبلغت الرتبة العليا بحفظي للقرآن فأصبحت من خير الناس، لا، ربما هذا العجب يهلكك، ربما هذا الفخر يعطب بك. أنت لم تصبح من أهل القرآن بمجرد حفظك لحروفه، لا، هذه أول المراحل لدخولك في معية أهل الله عز وجل، هذه هي الخطوة الأولى أنك حفظت القرآن. هناك خطوات أخرى، الخطوة الثانية أن تقف على معاني القرآن فتتعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى كي تنظر ما هي أوامر القرآن، ما هي زواجر القرآن. المرحلة الثالثة أن تقف عند حدود القرآن، أن تعمل بالقرآن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي أن يعرف صاحب القرآن بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبخشوعه إذا الناس يخوضون، أو كما قال رضي الله عنه. عندها تكون من أهل القرآن. بني أبنائي الكرام، كثير ممن يحفظ القرآن إذا القرآن كان حفظه سبباً لغروره وللعجب بنفسه، يقول: أنا حفظت القرآن وأنا ذو صوت حسن وأنا ذو نغم حسن وأنا أقرأ في المجالس وفي الحفلات، إذن أنا جزت القنطرة وأصبحت من أهل الله. لا، هذا ليس هو من أهل القرآن أبداً. أهل القرآن على الحقيقة هم العاملون به، أهل القرآن على الحقيقة هم من يأتمرون بأوامر، من يقفون عند حدوده. إذن يا أبنائي، والذي لا إله غيره إني لأحبكم في الله عز وجل، والله إني أحبكم وأحب لكم من الخير ما أحبه لنفسي. أنتم كأبنائي، والله إني لأرجو لكم كلكم، احرصوا على تتفقهوا في القرآن وتعلموا معانيه كما حرصتم على حفظه، ثم احرصوا على أن تعملوا به. ينبغي عليك أن تكون قرآناً يمشي على الأرض، لا يكون القرآن في لسانك فقط، بل يكون في لسانك وفي قلبك وفي جوارحك. لا تنظروا إلا من خلال القرآن، ولا تتكلموا إلا من خلال القرآن، ولا تمشي ولا تبطش ولا تفعل شيئاً ولا تترك شيئاً إلا على نور من كتاب الله سبحانه وتعالى. عندها ستكون من أهل القرآن بإذن الله عز وجل. ثم اعلموا يا معاشر الآباء، يا معاشر الآباء، يا من أرسلتم أبناءكم إلى هذا المعهد وإلى غيره من دور القرآن، اعلموا أن فضلكم عظيم. قد بذلتم هذا الجهد في تعليم أولادكم، وصبرتم على البعد عن أبنائكم، ولا شك أن بعد الأبناء عن الآباء مؤلم، لكنكم صبرتم على هذا البعد من أجل الله عز وجل،
ومن أجل أن يحفظ أبناؤكم القرآن فهنيئا لكم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يكرمكم في الدارين. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان في إسناده شيء من الضعف أنه يجاء بوالدي حامل القرآن فيكسيان فيلبسان تاج الكرامة ضوءه أشد ضياء من ضوء الشمس إذا جمع في بيت من بيوت الدنيا، فكيف بمن عمل به؟ وهذا الذي تمثله الشاطبي حين قال: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ. وهذا الذي تمثل به ابن الجزري رحمه الله تعالى حين قال وأبواه منه يكسيان، يعني يكسيان تاج الكرامة، فجزاكم الله خيرا على ما بذلتموه من جهد في أبنائكم، جزاكم الله خيرا على حسن تربيتكم وعلى حسن تنشئتكم لأبنائكم وعلى غرسكم في نفوس الأبناء حب كلام الله سبحانه وتعالى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. الرسالة الثالثة: لك أيها المعلم، يا معلم القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت الذي علمت هؤلاء فكنت السبب في أن يحفظوا كلام الله، هنيئا لك. كلما قرأ ابنك هذا القرآن أجرت معه، لك بكل حرف يقرأه طلابك 10 حسنات. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. انظر، أنت كنت السبب في أن يحفظ هؤلاء القرآن، يعودون إلى بيوتهم يقرؤون القرآن، يقومون به، يصلون، يقرؤون في رمضان، يقرؤون ليل نهار، يؤجرون على كل حرف 10 حسنات وأنت معهم، ثم يعلمون غيرهم فيؤجرون، تؤجر أنت معهم، ثم غيرهم يعلم غيرهم فيؤجرون، ويؤجر من علمهم، ويؤجر من علم من علمهم، ويؤجر من علم من علم من علمهم الذي هو أنت، وهكذا إلى قيام الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. إذن أجرك باق لا ينقطع، فاحتسب الأجر عند الله، واعلم أن ما أعده الله لك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا، وأن يجزي القائمين على هذا المعهد مديرا ومعلمين كل خير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan saya mewakili Kakanda Haji Rohit Qadir yang selalu setiap kali mendatangi acara ini tetesan air mata berlinangan di mata kami melihat kebahagiaan kepada para anak-anak wisudawan yang kami harapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mensiarkan agama Allah yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan juga selamat berbahagia kepada para wali santri maupun wali santriwati atas keberhasilan Ananda dalam menempuh semua ujian, semua
ikhtiar yang telah dilakukan di pondok pesantren ini. Tak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada para stadit yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua, ananda-ananda kita menjadi ujung tombak agama Allah Subhanahu wa taala. Pada Syekh Hamid dan rombongan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya dan dukungannya kepada lembaga ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الدكتور ديدي مدير عام المعهد، الشيخ الدكتور حامد البخاري، الإخوة القائمين على هذا المعهد المبارك، فضيلة المشايخ جميعاً، فضيلة الشيخ عبد الله الشجرة معهد دار القرآن الكريم، المشايخ، الحضور جميعاً، أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً أقدم التهاني والتبريكات باسم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ممثلة بأمينها العام فضيلة الدكتور عبد الله بن علي بصفر لهذا المعهد المبارك. نهنئ هذا المعهد أولاً بتخريج هذه الدفعة المباركة الذين حفظوا القرآن الكريم والذين بلغ عددهم كما سمعت تقريباً 55 حافظاً و35 حافظة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذا المعهد وعلى القائمين وعلى المشايخ الذين بذلوا هذه الجهود المباركة. فنبارك للمشايخ قبل أن نبارك للطلاب، كما نبارك للقائمين على هذا المعهد، وكذلك أيضا نبارك لهذا المعهد افتتاح كلية أصول الدين، وهذه أيضا تعتبر من اللمسات ومن يعني الأمور الأساسية في تأهيل وتخريج كذلك المعلمين المربين الذين يقومون بهذه العملية التربوية. وكذلك أيضا نبارك لهم اختتام الدورة المباركة في الإجازة في صحيح البخاري. كل هذه تستحق أن نذكرها وأن نبارك للمعهد بهذه المنجزات الطيبة. كما أنني أولاً أبدأ بطلابي، هؤلاء الطلاب الذين حفظوا القرآن الكريم، ولعلكم سمعتم الكلمة التي ألقاها فضيلة الشيخ حامد وذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وركز فضيلته على قضية أن الحفظ وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل بهذا القرآن الكريم. وأقول إذا ما زلتم تعدون أنفسكم في الجزء الأول من الحديث، خيركم من تعلم، لا زلتم الآن في المرحلة الأولى من هذه الخيرية، وهي التعلم، حفظ القرآن، حفظ المتون، كذلك أيضاً تفسير القرآن الكريم، فهم معاني القرآن الكريم، كي تصلوا إلى المرحلة الثانية وهي أن تكونوا معلمين. فإذا لم تعلموا بعد تعلمكم قد لا تصلون إلى هذه الخيرية. لدينا جزئين، الجزء الأول يتمثل في هذه المرحلة التعليمية، وهي ما زلتم في بدايتها،
أن تتعلم القرآن، تحفظ القرآن، تهتم بفهمه، بفهم معانيه، بفهم أيضا كذلك علوم السنة، علوم القرآن بشكل عام. فإذا ما وصلتم إلى مرحلة أن تصلوا يعني تستطيعوا أن تكون معلمين، فبالتالي بدأتم في المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية تستمر معكم حتى الموت. لعلنا لو رجعنا إلى سيرة بعض علمائنا ومعلم القرآن الكريم، كان بعضهم يجلس في عمود واحد أكثر من 60 إلى 70 سنة في مجلس واحد يعلم الناس القرآن الكريم. أمثلة كثيرة في هذا. لو رجعنا إلى السلسلة، سلسلة القرآن الكريم، سلسلة القراء الذين كانوا يعلمون في الكوفة وفي المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في كثير من المساجد والجوامع على مختلف أنحاء العالم، كان الواحد منهم بعد أن يحفظ القرآن ويتعلم القرآن ويتعلم ما شاء الله له أن يتعلم من العلوم، يجلس في مكان واحد يعلم الناس في جميع الأوقات. فهل أنتم مستعدين أن تستمروا في حفظكم للقرآن وفهم معاني القرآن ثم تكونوا إن شاء الله معلمين؟ بالتالي وصلتم إلى مرحلة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك أيضا أبارك للمشايخ الكرام الذين بذلوا جهود. طبعا عندما أقول 90 حافظ وحافظة لا يأتي هذا من فراغ، وإنما يأتي من الجهود التي تبذل داخل هذا المعهد من خلال المعلمين، من خلال الإدارة القائمة على هذا العمل. فأوصيكم يا أبناءنا ألا تنسوا مشايخكم ومن كان سبباً في تعليمكم، إذ أن هذا من الإحسان، فلا بد أن نستمر على الإحسان إلى من أحسن إلينا. وأهم شيء في هذا الإحسان هو إيش؟ علمونا أعز شيء، أفضل ما عندهم، علمونا كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إن شاء الله نصبح كما سمعنا في الحديث إن لله أهلين. تريدون أن تكونوا أهلا لله؟ الأهلية هذه لها يعني شروط، ولها أيضا كذلك يعني مبادئ لا بد من معرفتها. فأقول أيها الأحباب، أيها الأبناء، أبارك لكم من كل قلبي، ونتمنى جميعا أن نكون معكم دائما وأبدا، إذ أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات في حفظ القرآن الكريم من خير ما يعني يكون الحضور فيه، يعني حفل القرآن وكذلك أيضا الحضور في حد ذاته تعد من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مهما جمعنا من الأموال لا يمكن أن يصل إلى هذه النعمة الكبيرة التي أنعم الله بها علينا. كذلك أيضا لا أنسى أن أذكركم بالاهتمام بالسنة النبوية، وكما ذكرت ما يعني حصل في هذا المسجد، في هذا المعهد، في الإجازة في السنة النبوية هو من القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه، ما هو؟ هو السنة النبوية. فنحن لا نستغني عن السنة وعن فهم القرآن وعن التفاسير، فعليكم أن تنهلوا من هذا المنهل العظيم. بارك الله فيكم. في النهاية وفي الختام كما قلت أكرر لكم شكري وأيضا كذلك مباركتي لكم باسمي وباسم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. والشيخ عبد الله بصفر هو من يمثل هذه الآية، كان يتمنى أن يكون بينكم، وقريبا إن شاء الله سيأتي أمين عام الرابطة، وممكن تكون لنا أيضا مثل هذه المناسبات نحضرها بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، وجزى الله القائمين على هذا المعهد الكريم، ونسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة. وعلى كل من كان سببا في يعني إنشاء هذا المعهد وفي القيام بهذا العمل في هذا المعهد، كل من أحسن، كل من بذل من مال ومن وقت ومن جهد في سبيل تعليم الناس القرآن الكريم، نقول له جزاك الله خيرا، وجعل الله ذلك في موازين حسناتك يوم القيامة. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع أسئلة ونماذج لحفاظ الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول مع أسئلة ونماذج لحفاظ القرآن، يتفضل الأستاذ مفتاح العارفين لقيادة البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقرة الاختبار فقرة مخصصة يعطي للحاضرين والمشايخ الكرام والجمهور فرصة لإلقاء الأسئلة للحفاظ الموجودين أمامكم الذين حفظوا القرآن الكريم كاملا. Sesi pertanyaan merupakan sesi yang kami berikan kepada para tamu undangan, para masyayikh dan para hadirin untuk menguji atau mengetes hafalan para wisuda yang sudah ada di depan kita. Kami akan memberikan 3 sampai 5 memberikan kesempatan kepada 3 sampai 5 penanya untuk menguji dan mengetes kepada salah satu dari hufal yang ada di depan kita. Qabla an nabda fi hadhihi al-faqrah نود أن نستفتح هذا اللقاء أو هذه الفقرة بتلاوة قرآنية يتلوها عقيل ابن رشد أحد الحفاظ الصغار. Sebelum kita mulai, kita memberikan kesempatan untuk al-akh al-hafiz Aqil bin Rushdi, salah satu wisudawan usia masih muda untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an yatluha min surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan, asy-syamsu wal-qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الأول سيلقيه إن شاء الله المشايخ الأعزاء لاختبار أحد الحفاظ. ممكن يا شيخنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم تسمعن من الذين الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. جزاكم الله خير شيخنا زيد الغايلي. شيخنا حامد، لتعرف باسمك، اسمك ومن اين انت؟ قولي النهى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى من ربك الحق إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أحسن تبارك الله جزاكم الله خير شيخنا الفاضل. قبل أن نواصل إلى السؤال للجمهور والحاضرين نريد أن نستمتع هذا اللقاء بقراءة يتلوها الحافظ حمدي بن محمد الحافظ من تايلاند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك أحسنت بارك الله فيك. حمدي الحافظ حمدي بن محمد salah seorang wisudawan dari Thailand. Sesi berikutnya, soal berikutnya. Kami berikan kesempatan untuk para hadirin dan jumhur bagi yang ingin memberikan pertanyaan silakan. Satu orang. Nah, tafadhal. Nama dan dari mana? Jauh-jauh dari Madura, Masya Allah. Nah, silakan pilih. Nomor berapa dari bagian depan, bagian tengah, bagian belakang? Yang pakai kacamata, Masya Allah. Litu'arif bismik. Ini halaman... bisa dilihat di Quran. Ini halaman 63. Insyaallah. Bentar. 63 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحسن بارك الله فيك يا عبد الله محمد عبد العزيز سيسأل الوالد لابنه خريج تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبة عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم إليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم حياكم الله جزاكم الله خير أحسنت وبارك الله فيك السؤال الأخير ممكن dari ayahanda silakan dipilih dulu Bapak mau dipertanyakan untuk yang mana yang namanya Fatul nah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار حسبك أحسنت وبارك الله فيك سؤال الأخير ما شاء الله masih semangat untuk diuji lagi الله يحكم بينكم يكفي خمسة ستة خلاص هذا إن شاء الله مني وجزاكم الله خير على حسن الاهتمام والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ أمامكم قد شارك في دورتين لحفظ الصحيحين دورة تقام في هذا المعهد المبارك ودورة تقام في المدينة المنورة فالآن الأخ إن شاء الله قد حفظ ثلاث مجلدات من الجمع بين الصحيحين نختبره بإذن الله في المجلد الأول كتاب جمع بين الصحيحين عرفنا سكا أيها الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم أنا طالب عمير ابن هادي سوريا جئت من جكتاكرتا وعمري 19 عاما ثلاثة لهم أجران حديث من؟ أي موسى الأشعري أكمل ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق مواليه وحق الله ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها
حديث من؟ أبي هريرة. الذي بعده؟ حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال المسلم من سال المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر من نهى الله عنه. ففي حديث أبي موسى قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث أنس بن مالك. أكمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جحش رسول الله سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش سيقه أيمن فدخلنا عليه نعوده. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. أبي قتادة. أكمل. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حديث بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجته أجئنا وغلام معنا إداوة أو وافرات وعنزة، يعني يستنجي به. حديث بعده. حديث ما؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن. حديث من؟ حي بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. بعده. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء، وفي رواية شك في كل شيء. حديث من؟ حديث جابر بن سمرة. نعم. الذي قبله؟ الذي قبله حديث أبي هريرة. أبي هريرة، اقرأه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ويكبر حين. طيب، والذي قبله؟ حديث مالك بن حارث. لا، حديث ابن عمر. نعم. ما هو؟ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير. التكبير فرفع يديه حتى. طيب، الذي قبله؟ الذي قبله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس. الذي قبله؟ ولو يعلمون ما في. ما الذي قبله؟ حديث الذي قبله. طيب، الذي قبله: لتسون صفوفكم. حديث من؟ حديث النعمان بن بشير. أحسنت، بارك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Sebelum kami mulai pembacaan nama-nama wisuda dan wisudawati, kami mohon kepada K.H. Dr. Didik Haryanto LC MA, Bapak Awang Johan Abidin, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, Syekh Zaid Ali Al-Ghaili, Ustaz Suaidi Yusuf, Ustaz Abdul Rauf Harith, kepada beliau-beliau kami mohon untuk menempati panggung kehormatan. Prosesi wisuda Hufad dan Hafidhat Al-Quran Al-Karim Islamic Center Wadi Mubarak tahun ajaran 2016-2017 angkatan ke-7. Mas'ud bin Abu Bakar, asal Kalimantan Selatan. Samudra Bangsawan bin Muhammad Amin, asal Jakarta. Ibnu Kashiful Haq bin Imam Sufi'i, asal Bandung. Muhammad Adam bin Agus Suratno, asal Yogyakarta. Muhammad Ilhami Ismail bin Ismail Hadi, asal Lombok Timur. Salahuddin Al-Ayubi
bin Nabri asal Bekasi, Ahmad Azhar Ahlidin bin Ahlidin asal Depok, Irfan bin Ismail Doyi asal Thailand, Usamah Nabil Muhammad Zuhal Abdurrahman asal Kelaten, Rizal Musaki bin Anang Lutfi asal Madura, Fikri Al-Azmi bin Agus Sumaidi asal Depok, Agung bin Didi asal Tasik, Ari Kuswanto bin Suwardi asal Blora, Husnul Zakwan Ma'arif bin Munandar asal Bengkulu, Baihaqi bin Arifin asal Lombok Barat, Ufrani, Afan Rifki An-Najib bin Waliyadin asal Magelang, Muhammad Ilahi bin Muhammad Faruk Ridwan asal Bekasi, Wisnu Wardana bin Bayarti asal Kalimantan Tengah, Fakhrur bin Badrus Salam asal Bogor, Muhammad Isom At-Tamimi bin Muhammad Juwaini asal Ngawi, Yafa Jabbar Fadilah bin Dodo Supriyatna asal Bekasi, Pukat Amidra Hartono bin Trihartono asal Boyolali, Ahmad Iqbal bin Nahdiar asal Depok, Nadir Taufik bin Taufik Al-Amri asal Bogor, Muhammad bin Mustafa Ismail asal Yogyakarta, Fadrillah bin Sainal Ghani asal Konkoli, Muhammad Abdullah bin Adnan asal Samarinda, Muhammad Adri Al-Mubarri bin Elri Priyanto asal Bandung, Ahmad Khairani Al-Ghifari bin Bahruddin asal Lombok Timur, Umar Abdul Aziz bin Zaki Muwahid asal Bandung, Khairuddin Akmal bin Suroso asal Bandar Lampung, Irfanuddin bin Mustajid asal Bogor, Andin Zainuddin bin Ita asal Bandung, Naufal Mubarak bin Darmuji asal Bekasi, Muhammad Irsyad bin Maihardi asal Bogor, Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Santoso asal Tangerang, Abdullah Mufid bin Tatang Ruhiyat asal Bogor, Khairul Anwar bin Ahmad Solihun asal Kalimantan Selatan, Ibadur Rahman bin Lili Purwanto asal Bogor, Hasan Al-Banna bin Jahuri asal Bekasi, Muhammad Thabit Al-Jundi bin Mulyono asal Kudus, Gahtan Zamzami bin Dedi Syafian asal Jakarta, Ra'uf Nur Huda bin Su'ud asal Surabaya, Muhammad As-Sahawi As-Suhli bin Salam asal Sukabumi, Abdullah Ammar bin Bustamin asal Sulawesi Selatan, Muhammad Rifai bin Jansan asal Kalimantan Selatan, Nur Muhammad Ulin Nuha bin Ridwan asal Cibubur, Adil Zulkarnain bin Rusdianto asal Madura, Faisal bin Sardin Atisina asal Banggai Kepulauan,
زهروي كارتين بن فايز أصل جاكرتا أبو زكي هلمي بن خالدي أصل ميدان حمدي بن محمد أصل تايلاند فكري رحمن حكيم بن مركور أصل غاروت Ferry Eka Rahayu bin Zahid asal Temanggung, Ahmad Farhan ibnu Mujahid bin Syahri asal Kalimantan, Zubair bin Azmi asal Bima, Adit Setiawan bin Tirtodiawan asal Tangerang, Muhammad Rijalul Fikri bin Abdullah asal Jawa Tengah. Firdausah Az-Zahra binti Muhammad asal Bekasi, Fatia binti Ahmad Miftah Al-Alim asal Cirebon, Ainun Mardia binti Suryadi asal Tangerang, Fatimah Syamsuddin Ali binti Takdir Urito Syamsuddin Ali asal Rangkas Bitung, Ulfa Nurdiana binti Sudiono asal Bekasi, Nur Rahman binti Abdul Rahman asal Sukabumi, Amalia Mahmudah binti Anwar Sadar asal Lampung, Alifia Divani Meloni Putri asal binti Muhammad Nurhudaya asal Jakarta, Anissa Fatimatu Zahra binti Ahmad Zubaydi asal Cilengsi, Asma binti Isa Tok Cuming asal Thailand, Rina Khairun Nisa binti Sanam asal Bogor, Baidatun Nisa binti Anhar asal Kalimantan Tengah, Rojana binti Mustafa Basultanah asal Bali, Farah binti Ahmad Miftah asal Cirebon, Alia binti Wahidin asal Bogor, Nadia Marbotillah binti Edi Pancawarman asal Bekulu, Zulfa binti Ahmad Mazlan Kocik asal Thailand, Nafiah binti Muhammad Sofyan asal Yogyakarta, Khawlah Zatul Himmah binti Eri Junaidi asal Pekanbaru, Ilham Hamalong binti Abdul Kudus asal Thailand, Fitriatul Tayyibah binti Ahmad Toyib asal Madura, Aidah Rahma Khairul Nisa binti Heru Nuryanto asal Cilacap, Ulimatul Munawwarah binti Munawwar asal Madura, Aisyah binti Dujianto asal Tasikmalaya, Umi binti Umar asal Ponorogo, binti Abdul Rahman berita gembira untukmu. Demikianlah nama-nama wisudawan dan wisudawati Islamic Center Wadi Mubarak angkatan ke-7 tahun 2016-2017. Karena langit bersinar, alam pun menghirup samarbakmu, wahai wahai penghafal Quran, wahai penghafal Quran. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kami bacakan nama-nama wisudawan terbaik angkatan ke-7. Wisudawan terbaik Rauf Nurhuda bin Suud asal Surabaya. Wisudawan terbaik kedua Isom Tamimi bin Duaini Ngawi. Ahmad Farhan ibnu Mujahid asal Kalimantan, Iqbal Ahmad bin Iqbal asal Depok,
angkatan ke-7 sekaligus pembacaan nama-nama wisudawan terbaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Nataqaddamu bi jaziril syukri wa wafiril imtinan لمشايخنا الفضلاء وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الوالد شيخ حامد ابن أحمد أكرم البخاري مدرس بمسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ زيد الغيري ممثلا من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن ومشايخنا جميعا حفظكم الله تعالى. Yang kami muliakan guru kita, orang tua kita bersama Bapak Haji Insinyur Raed Kadir, Bapak Haji Awang, dan para pimpinan cabang Islamic Center Wadi Mubarak, diantaranya yang kami hormati Bapak Imam Zaki, Bapak Ahmad Faris, yang melanjutkan usaha dan perjuangan ayahanda beliau, Bapak Ja'far, yang baru beberapa hari kemarin beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebenarnya beliau sangat ingin untuk hadir pada kesempatan kali ini menyaksikan putra-putri beliau dan cucu beliau yang juga diwisuda pada kesempatan kali ini. Kita mendoakan semoga acara kita akan menjadi amal jariah bagi beliau yang akan menyinari kuburannya, meluaskan kuburannya, dan menjadi teman terbaik, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pendirian beliau ketika malaikat menanyakan kepada beliau tentang 3 pertanyaan yang merupakan fitnah kubur. Para pimpinan yang lain, Bapak Hashim, Bapak Hadi, yang insya Allah tahun ini akan kita mulai kegiatan di tempat beliau, dan insya Allah nanti kami akan jelaskan lebih rinci. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada wisuda kali ini sebuah kehormatan bagi kita, keluarga pondok, para wali murid, para wisudawan bisa hadir di tengah-tengah kita. Salah seorang ulama kota Madinah, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, di tengah kesibukan beliau yang seharusnya setelah semalam beliau menghatamkan pemberian sanad Sahih Bukhari di pondok ini, seharusnya beliau melanjutkan daurah pelatihan di Inggris, namun kami mohon beliau untuk berkenan bisa ikut hadir memberikan penghormatan, penghargaan kepada adik-adik kita yang diwisuda pada saat ini. Beliau seorang ulama yang sangat luar biasa sekali ilmunya. Beliau tidak hanya hafal Al-Quran, tapi memiliki sanad Qira Asyar, Surah Kubra. Beliau juga memiliki sanad tertinggi di dunia ini dalam kitab-kitab hadis yang insya Allah kedepannya akan menjadi agenda tahunan kita untuk menghatamkan Kutubus Sittah,
sehingga akan bisa memberikan peningkatan pada keilmuan anak-anak kita dan kader-kader kita di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pesantren atau Islamic Center Wadi Mubarak yang mulai kita rintis pada sekitar tahun 2006. Kemudian kita mulai program lembaga kaderisasi imam dan dai pada tahun 2008. Saat ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan para orang tua kita dan kemudian kerja keras dari para asatidz sekalian, hari ini kita bisa mewisuda sebanyak 94 anak. Jumlah yang boleh dibilang tidak sedikit. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh tadi, ini bukan pekerjaan sehari semalam, tapi perjuangan yang sangat panjang, tidak hanya dari para asatidz di pondok ini, tapi para orang tua, para santri. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bagaimana para bapak dan ibu melepaskan anaknya di pondok ini, berpisah untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana hasil daripada rahmat dan kasih sayang Allah pada tahun ini. Kami ada beberapa hal penting, terutama 2 orang sahabat kami yang berjasa sangat besar bagi berdirinya pondok ini di waktu yang hampir bersamaan. Beliau telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahabat kami, saudara kami, Bapak Abdul Karim, di mana beliau telah ikut membangun terutama asrama yang ditempati oleh santri-santri putri yang saat ini ada sekitar 26 anak yang tinggal di asrama itu, sudah hafal 30 juz. Dan kami berdoa semoga ini akan menjadi amal soleh dan amal jariah beliau, karena beliau telah terlibat aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah ini. Dan hanya inilah yang akan menjadi teman kita semua di dalam kubur kita. Anak-anak kita, keluarga kita, semuanya hanya akan mengantar sampai kita dikubur di dalam kubur. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang akan mengantar kita ke dalam kubur kita: keluarga, harta dan amal soleh. Yang 2 akan pulang meninggalkan kita sendirian di dalam kubur. Keluarga dan harta kita, seberapapun cintanya mereka pada kita, seberapapun cintanya kita kepada mereka, mereka tidak akan pernah dipendam dengan kita di dalam kubur kita. Tapi amal soleh, itulah yang akan menjadi teman terbaik kita. Kemudian sahabat kami, yang tidak kalah pentingnya di dalam merintis pondok ini, sejak pertama kali kami mensurvei tempat ini, masih ilalang, bahkan lebih tinggi dari orang dewasa, Bapak Haji Rizal. Beliau bahkan sebelum subuh kadang sudah datang ke pondok ini, menyiapkan
kebutuhan-kebutuhan untuk para santri yang menghafal Al-Quran, bangunan-bangunan, biaya yang kita gunakan bersama-sama tidak terlepas dari kerja keras beliau. Seminggu yang lalu, beliau setelah selesai sholat subuh, beliau duduk di masjid seperti kebiasaan beliau. Beliau menunggu datangnya syuruk. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil beliau di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kegiatan sehari-harinya. Beliau wala uzaki alallahi ahada. Dan Allah Maha tahu. Beliau yang sehari-hari ikut memikirkan pendidikan di pondok ini, Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu berdoa semoga itu menjadi salah satu tanda beliau husnul khotimah. Setelah selesai sholat subuh di masjid, lalu beliau tidak sadarkan diri. Ketika kami ikut menguburkan jenazah beliau, serasa tersungging senyum di pipi beliau. Kami melihat, semoga itu salah satu tanda bahwa Allah menerima amal-amal beliau, terutama di dalam menghasilkan para penghafal Al-Quran yang biasanya setiap tahun beliau ikut bergembira bersama kita dalam kegiatan wisuda. Semoga amal-amal beliau akan memberikan kegembiraan pada beliau ketika Allah mengutus malaikat untuk menanyakan, untuk menyiksa hamba-hambanya di dalam kubur. Tiba-tiba Al-Quran datang mengatakan, ya Rob, mana tuhun nauma billail. Ya Allah, aku telah melarang hambamu untuk tidur di malam hari karena dia membaca Al-Quran, karena memikirkan anak-anak yang mempelajari Al-Quran. Semoga akan menjadi kawan terbaik yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara ibnu Azib. Tiba-tiba ada seseorang dengan wajah yang bagus, dengan bau yang sangat wangi, datang menemui para penghuni kubur, sehingga dia pun bertanya, siapakah engkau? Wajahmu yang baik, baumu yang sangat harum. Orang itu pun menjawab, aku adalah amal-amal solehmu di muka bumi. Semoga apa yang kita saksikan tadi Bapak Ibu bukan sesuatu yang mudah ketika anak-anak kita, bahkan ada yang masih kelas 1 SMP, harus diuji hafalannya di depan halayak ramai, bahkan di depan para syekh, di depan guru Masjid Nabawi. Mereka bisa menjawab dengan lancar. Kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, kami paham betapa kerasnya usaha mereka di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan menghafal ayat-ayatnya. Semoga ini juga menjadi amal jariah bagi para orang tua. Ketika semua orang tua, banyakkan orang tua berlomba-lomba anak mereka menekuni ilmu-ilmu keduniaan, Bapak Ibu berkenan mewakafkan putra-putri Bapak Ibu untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau saat ini ada orang tua yang bangga anaknya bisa mengajaknya naik pesawat, menghadiahkan mobil terbaik, rumah terbaik, Bapak Ibu, insya Allah jauh lebih baik daripada itu. Bagaimana tidak akan jauh lebih baik ketika nanti di hadapan Allah, pada saat semua orang dibangkitkan dalam keadaan penuh ketakutan, tiba-tiba putra-putri Bapak Ibu membawa mahkota dari cahaya
ketika semua orang takut akan siksa Allah, bahkan tidak jarang anak-anak mereka menjadi salah satu sebab mereka disiksa oleh Allah. Bayangkan pada waktu itu, putra bapak ibu membawa mahkota dari cahaya. Ketika kawan di kantor kita, tetangga di perumahan kita, dia tidak tahu apa yang akan didapatkan dari Allah. Anak-anak kita datang menghantarkan mahkota dari cahaya, memakaikannya di atas kepala kita. Kita pun bertanya, ya Allah, kenapa engkau berikan aku kemuliaan ini? Allah hanya menjawab, karena engkau pernah mengantar putrimu, putramu ke satu pesantren untuk menghafal Al-Quran. Karena engkau pernah di malam hari bangun malam mencari di mana putra kita, kita relakan dia bermalam di pesantren. Ketika kita makan, Bapak Ibu, tidak jarang kita teringat apa yang dimakan oleh anak-anak kita. Pengorbanan yang luar biasa. Tapi yakinlah, di dunia dan di akhirat, mereka akan menjadi permata-permata kita. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, niat kami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sebagai bentuk usaha kami untuk menghormati sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami, maka kami dengan kawan-kawan berjanji bersama sekuat tenaga untuk melanjutkan amal-amal soleh mereka, agar tidak pernah putus ketika tidak mampu lagi untuk berhaji, berumroh, sholat, puasa. Peninggalan mereka lah amal soleh, ilmu, amal jariah. Itulah yang akan tetap menambah pahala mereka, sahabat-sahabat kami yang telah ada di dalam kubur. Kami akan berusaha sekuat tenaga sebagai bentuk persahabatan kami untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kami, kegiatan-kegiatan kita bersama, karena kami berharap sebagaimana Allah mengumpulkan kita bersama beliau-beliau, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada siang hari ini, kami selalu berdoa semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita di dalam surganya, bisa duduk bersama, bisa bersenda gurau bersama, bisa mendapatkan nikmat Allah dengan kita bersama para nabi dan para rasul. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan beberapa tahun ini, alhamdulillah, sebagaimana di depan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada kita Islamic Center Wadi Mubarak. Saat ini sudah ada 15 cabang yang tersebar dari Bengkulu sampai ke Probolinggo, dan juga insya Allah tahun ini kami akan mulai di daerah Taman Mini bersama Bapak Hadi. Beliau seorang mu'alaf, beliau seorang pejuang yang lahir dan besar di Kalimantan Barat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau, memberikan kasih sayangnya, sehingga beliau kemudian memeluk agama Islam, berjuang dengan sangat keras. Dan kami sudah pernah bersama beliau ke Kalimantan Barat, melihat bagaimana tantangan dakwah kita. Dan insya Allah pada tahun ini beliau akan memulai dengan kita pada cabang-cabang yang berikutnya. Untuk tahfidz anak usia dini, yang tadi kita saksikan bersama anak-anak kita, anak-anak kecil yang mulai menghafal Al-Quran, yang kita harapkan dari usia 3 tahun sampai 7 tahun mereka bisa hafal 30 juz. Alhamdulillah saat ini
tahfidz anak usia dini kita sudah berada dari ujung barat Indonesia, dari Aceh Darussalam sampai ke ujung timur Indonesia, yaitu di Sorong, yang jumlah totalnya saat ini ada kurang lebih 71 cabang dalam satu tahun setengah, sejak pertengahan 2016 sampai pertengahan 2017 ini. Dan insya Allah di bulan Desember nanti akan kita buka, kami berharap semoga Allah memudahkan, pada akhir 2017 kita berharap akan ada 100 cabang tahfidz anak usia dini, yang kemarin sudah pada mengirimkan laporannya. Di Jogja sudah lebih dari 100 anak, di Kalimantan di Barabai ada 54 anak, di Cirebon juga di atas 50. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Dan insya Allah untuk tahfidz anak usia dini, kita memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah. Pada tahun 2020, kita berharap nanti akan menghasilkan 960 pengajar Al-Quran yang akan mendirikan tahfidz anak usia dini di 480 kabupaten di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, perkembangan zaman semakin menuntut perkembangan kualitas dari anak-anak kita. Pada tahun ini kita alhamdulillah sudah disurvei oleh Kementerian Agama, dan kami berharap di sekitar bulan September nanti izin Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Wadi Mubarak bisa kita dapatkan, yang mana STIU nanti akan menitik beratkan ke beberapa hal. Yang pertama pada Al-Quran, dan ini sudah mulai kita laksanakan termasuk wisuda pada hari ini, tahfidz 30 juz, kemudian sanad. Kita berharap anak-anak kita nantinya mereka akan bisa mendapatkan sanad, dan kemudian mereka yang berbakat akan kita dorong untuk mendapatkan bacaan Al-Quran dengan 10 macam bacaan yang kecil dan besar, atau qira' asar, sugro, dan kubro. Saat ini Bapak Ibu sekalian, yang kita wisuda tadi tidak hanya dari Indonesia, tapi ada dari Thailand. Dan juga untuk tahfidz anak usia dini kita, kita sudah ada di luar negeri juga, di Kamboja, kemudian di Malaysia akan segera menyusul, di New Zealand sudah mulai, kemudian di Melbourne, kebetulan sahabat kami Bapak Haji Iwan, beliau sudah mulai merintis, istri beliau pernah di sini, dan saat ini sudah mengambil program 2 tahun pendidikan anak usia dini di Australia, karena di sana cukup ketat sekali untuk mendapatkan izin pendidikan anak usia dini. Dan insya Allah summer kemarin, musim panas kemarin sudah kita mulai dengan pengiriman ustadz-ustadz kita, dan insya Allah kedepannya bulan Desember keluarga beliau, istri beliau akan menyelesaikan pendidikannya, untuk kemudian insya Allah kita mulai dengan lembaga yang lebih bagus. Kemudian Bapak Ibu, santri-santri kita yang saat ini 2 tahun ngafal Al-Quran di sini, sebagaimana kata Syekh, ini bukan yang terakhir, tapi masih banyak tugas berikutnya. Maka sejak tahun ini, kita buka program 4 tahun karena sekolah tinggi. Setelah menghafal Al-Quran, santri-santri kita akan kita bekali dengan hadis, yaitu menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Insya Allah kita sudah MOU dengan Muassasah Huffadzil Wahyain
yang ada di Riyadh. Tanggal 21 nanti untuk kedua kalinya kita akan mengadakan daurah, dan ini akan insya Allah akan menjadi kegiatan tahunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim akan dihafalkan selama 3 kali daurah. Daurah pertama 1/3, daurah kedua 1/3 berikutnya, dan kemudian daurah ketiga nanti akan menyelesaikan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga mereka tahun pertama ngafal Al-Quran, tahun kedua 1/3 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tahun ketiga, keempat mereka insya Allah akan bisa menyelesaikan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga mereka tidak hanya hafal Al-Quran tapi juga akan hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ini insya Allah Bapak Ibu akan menjadi revolusi pendidikan kita. Bahkan kami pun ketika di Madinah belum tentu semua anak mahasiswa di Madinah hafal Al-Quran, bahkan sangat jarang sekali yang bisa mengumpulkan hafal Al-Quran dan hafal hadis. Maka kita berharap kita akan bisa memberikan alternatif pendidikan dengan pendidikan yang berkualitas. Kemudian kami dengan Syekh Hamid juga sudah bermusyawarah untuk mengadakan program khusus bagi mereka yang tertarik fikih, terutama fikih Syafi'i, yang dimulai dengan Muqaddimah Hadhramiyah, kemudian Matan Nabi Suja, kemudian Al-Minhaj, kemudian Al-Majmu'. Beliau sedang menyusunkan kurikulum ini, sehingga kami berharap nanti putra-putri kita yang telah selesai kegiatannya di pondok ini, mereka punya standar kelulusan hafal Al-Quran 30 juz, sebagian bisa dapat sanad dan qiraah asyar, kemudian hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan mereka menguasai kitab-kitab fikih Syafi'i. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal-amal soleh kita, amal soleh Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi ini amanah, terutama bagi para santri, para orang tua, mereka hafal Al-Quran, Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu diuji di depan. Mereka sudah sangat lancar insya Allah, pernah baca 30 juz dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibil. Dia berontaknya sangat kuat. Na'udzubillah, tidak menutup kemungkinan 1 minggu ke depan, kalau di rumah Bapak Ibu tidak jaga, balik ke pondok udah bisa hilang semuanya. Ini Bapak Ibu tanggung jawab kita semua, terutama Bapak Ibu. Tidak selesai dengan wisuda tapi menjaga itu lebih sulit. Maka kami harapkan kerjasamanya agar ini betul-betul menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami mewakili kawan-kawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan yang ada pada kami dalam penyambutan Bapak Ibu. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحاضرون جميعا، فقرتنا التالية وقفة مع الإجازة القرآنية، تعريف ونماذج وختمة للقرآن. لتفضل فضيلة الشيخ عبد القوي العرجلي مع طالبه أحمد فرهان ابن مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الأهل والمعافاة. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحاضرون جميعا، الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، التحية الخالدة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن هذا المنطلق نشكر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، الذي أسست ونشرت
هذه الإجازة القرآنية. وحقيقة كنت أود أن أتكلم كثيرا ولكن لضيق الوقت سأختصر قدر الاستطاعة. فأقول لأحباب الكرام ولإخواني ولطلابي الأحباب، أقول الإجازة القرآنية هي شهادة، وهو أن يشهد المجيز للمجازي أن قراءة المجاز صحيحة كما قرأ هو ذلك أو كما قرأ هو على شيخه بتلك الطريقة وبتلك القراءة. ثم كما هو معلوم أن شروط الإجازة حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا، وكذلك عرض القرآن الكريم عرضا كاملا حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ثم أذكر أحباب الكرام أن في هذا المعهد كان هدفنا إخراج حافظ جيل يحفظ القرآن الكريم، أما الآن فقد تغير هذا الهدف وهو إخراج جيل حافظ متقن سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا وعملا بأخلاق القرآن الكريم. كذلك نحن نشترط في هذه الإجازة أن يحفظ الطالب متن الجزرية وتحفة الأطفال. هذه بعض الشروط للإجازة القرآنية. وكما ذكر دكتور أستاذ ديدي أن الأهم لحافظ القرآن هو مراجعة القرآن ومداومة القرآن والتطلع إلى الأفضل وإلى الأحسن، وأن حفظ القرآن لا يتوقف عند الحفظ. هناك الإجازة وهناك الإتقان وهناك التفسير وهناك علوم القرآن وهناك كذلك علوم السنة. هذه كلها بمجملها مهما بذل الإنسان من جهده ومن وقته، كما قيل إن أعطيت العلم كلك لا يعطيك العلم إلا بعضه. سنكتفي إن شاء الله تعالى بواحد لختم القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وهناك إخوة الشيخ وليد والشيخ عمار والشيخ مفتاح والشيخ فتح الرحمن والشيخ جميل كذلك، كل هؤلاء عندهم طلاب، ولكن الوقت لا يكفي ولا يتسع أن يختم كل طالب على شيخه. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في وقت لاحق سيكون هناك ختمة خاصة في هذا المسجد لبقية الإخوة. وكذلك الأخوات الحمد لله عندنا طالبات مجازات في رواية حفص، والآن فتحت حلقة للقراءات، والآن هن في فرش السور في سورة آل عمران، فهذا كله فضل من الله ومنة منه سبحانه وتعالى. إن شاء الله سبحانه وتعالى نختم مع طالب فرحان بن مجاهد ختمة رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أحسنت وبارك الله فيك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد عرض علي الأخ في الله تعالى مجاهد بن فرحان ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بالتحقيق والتحرير والتجويد التام ولما أنعم الله عليه بذلك كله استجازني فأجزته أن يقرأ ويقرأ من شاء متى ما شاء مع التثبت والمراجعة إجازة صحيحة بعبارة صريحة وقد أخبرته وأخبره أني تلقيت هذه الرواية بعد حفظي للقرآن الكريم على عدة مشايخ وأذكر منهم وأخص منهم الشيخ حسين بن سعيد حفظه الله تعالى عن الشيخ المحقق الدكتور أيمن بن رشدي سويد حفظهم الله تعالى وأمد في عمرهما ونفع بهما الإسلام والمسلمين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى هذا وأوصي الأخ المجاز بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن كما أوصيه كذلك بألا يرد أحدا أهلا لا يرد أحدا لمن كان أهلا للإجازة وكذلك أوصيه بأن لا ينساني من دعائه خاصة عند بداية ختم وعند نهايته والله تعالى أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله شاهدا لنا بالحسنات لا بالسيئات اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى
ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، واجعلنا عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند السراء من الشاكرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن دعائها. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا الصالح في رضاك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لهم حق علينا. اللهم وفقنا جميعا ووفقكم جميعا لما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل الشيخ حامد دكتور كذلك يسلم الإجازة للطالب. سميحكم عذرا دقيقة، وأسميح مشايخنا الفضلاء. ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منجده، وهذا الكتاب الذي يسمى بكتاب منجد المقرئين هو من أنفس الكتب في طرائق الإقراء، يعني يعنى بها المقرئ والقارئ، الشيخ والتلميذ. ذكر في هذا الكتاب الإمام ابن الجزري أن الطالب إذا ختم على الشيخ ينبغي على الشيخ أن يسند له القراءة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الإسناد من طريقه منقطعا. هكذا يقول ابن الجزري: أقرأت الشيخ فرحان، وأنا قرأت على شيخي فلان، وهو على فلان، وهو على فلان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل إلى الله عز وجل. هذا شرف عظيم يا إخوان. وللأسانيد اعلمن بركة، لابد من سعي لها وحركة. قصد التشبه بأهل الجد، أهل الحديث، رفقاء السعد. وفيه أيضا شحذ للهمة، للاقتداء بعلماء الأمة. ولذلك من باب الاقتداء نقول: أقرأ الشيخ عبد القوي بن عبد الكريم العرجلي القرآن الكريم كاملا للشيخ أحمد فرحان بن مجاهد، ثم ذكر الشيخ عبد القوي أنه قرأ على الشيخ حسين علي با سعيد حفظه الله، وهو على الشيخ أيمن ابن رشدي سويد مقرئ الديار الشامية والحجازية حفظه الله، وهو تلقاها مع غيرها من الروايات والقراءات على مشايخ الإقراء في الديار الشامية والمصرية. فأول ما قرأ عليه صاحب الفضيلة الشيخ محي الدين بن حسن الكردي الدمشقي رحمه الله تعالى، ثم على الشيخ محمد طه سكر الدمشقي رحمه الله، ثم على فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن الشيخ محمد علي عيون السود رحمه الله تعالى، أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص المحروسة غفر الله له، ثم على فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الزيات المصري رحمه الله تعالى، ثم على الشيخ المقرئ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله تعالى، ثم قرأ سورتي الفاتحة والبقرة بالقراءات العشر من طريق طيبة النشر للشيخ عامر بن السيد عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله، وقد أجازه بهما وبكل القرآن. وقد ذكرت، يقول الشيخ، وقد ذكرت له سند الشيخ عبد العزيز عيون السود من باب الاختصار، لأنه أعلى الأسانيد الموجودة في عصرنا على الإطلاق فيما نعلم. قال: فقد قرأ الشيخ عبد العزيز القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة على الشيخ محمد سليم الحلواني شيخ قراء دمشق، وهو على والده السيد أحمد الرفاعي الحلواني الكبير، وهو على السيد أحمد المرزوقي المالكي، وهو على السيد إبراهيم العبيدي شيخ قراء مصر، وهو على الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، وهو على الشيخ أحمد البقري، وهو على الشيخ محمد البقري، وهو على الشيخ عبد الرحمن اليمني، وهو على الشيخ علي بن محمد بن خليل بن غانم المقدسي، وهو على الشيخ محمد بن إبراهيم السمديسي، وهو على الشهاب أحمد بن أسد الأميوطي، وهو على إمام القراء والمحدثين محمد بن يوسف بن الجزري. حاوى قرأ عبد الرحمن اليمني أيضا على والده شحاذة اليمني، وهو على ناصر الدين الطبلاوي، وهو على شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، وهو على رضوي، وهو على الإمام بن الجزري، وهو على محمد بن عبد الرحمن الحن، وهو على محمد بن أحمد الصائغ، وهو علي بن شجاع، وهو على إمام القراء الإمام القاسم بن فر الشاطبي
الرعيني الأندلسي صاحب القصيدة المعروفة بحرز الأمان ووجه التهاني المشهورة بالشاطبية، وهو على الشيخ أبي الحسن علي بن هذيل، وهو على أبي داود سليمان بن نجاح، وهو على الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، وهو على أبي الحسن الطاهر بن غلبون، وهو على أبي الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي. حاوى قرأ محمد بن عبد الرحمن الحنفي محمد المصري، وهو على إبراهيم التميمي، وهو على زيد بن حسن الكندي، وهو على عبد الله بن محمد بن علي البغدادي، وهو على عز الشرف عبد القاهر العباسي، وهو على محمد بن الحسين الكارزيني، وهو على علي بن محمد بن صالح الهاشمي، وهو على أحمد بن سهل الأشناني، وهو على أبي محمد عبيد بن الصباح النهشري، وهو على حفص بن سليمان الغاضري المعروف بحفيص، وهو على عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي مولاهم، وهو على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وهما على علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وهم قرأوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام، وهو عن الله سبحانه وتعالى. هذا إسناد شيخنا الشيخ عبد القوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى جبريل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الإجازة منحت من الشيخ عبد القوي للشيخ فرحان. وهذه هي طريقة السلف، أنه في مجلس الإجازة لا بد من قراءة السند كاملا كما نص على ذلك ابن الجزري، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة نتشرف بتقديم دروع من مركز الوادي المبارك الإسلامي لفضيلة الشيخ حامد البخاري وكذلك الشيخ زيد الغيلي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما في جهودهما وعلى علومهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهما الإسلام والمسلمين. فهذه عبارة عن رمز من تقديم شكرنا وتقديرنا من المركز لكما أيها المشايخ الفاضل. Yang pertama kepada Bapak Faiz, silakan diambil muntung. Kemudian yang terakhir, kami ucapkan dari Jakarta dan Jepara akan berkembang seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala.